كنت صغير وتعلمت الصنعة حلاقة. أول عند حمود حلاق اشتغلت هونيك، تعلمت هونيك حلاقة، رجعت لهون استعملت هوني كمان الحلاقة، وصلنا شراكة أنا والمسيحي، وهالمنطقة هاي كلها كانوا مسيحيين. يجوا شباب نحلقون، يجوا ختيارين عم نحلقون. بعدها علمت ابني الحلاقة، صار يحلق شباب ورجال كبار بالسن، وأنا نفس الشيء. صار شيء حوالي 50 سنة عم نستعمل الحلاقة، 30 سنة صار لي هالمحل هذا. بعدين كان أدوات سحلاقة ما كان فيه باليد، مو سحلاقة بالإيد، عندنا مواس عم نشخهم بالقشاط بنحلقهم، ما كان فيه مواس بالشفرة. صعوبات ما في، هلا تطور الحلاقه تطورت. قبل ما كان في نظام كهرباء، كانت ما كان في مكان كهرباء، هلا في موديلات وفي كهرباء وفي كل شيء. قبل ماكينة عم ناخذ، في شيء صعوبه باليد الماكينة، هلا لا صار موديلات كلها وفي كل شيء متوفر. ذكريات يعني شباب مزح وكاي وكل مسيحية كان يجوا يحلقوا عنا، كلنا راحوا ولا من هون مسيحية، كنا 4 حلاقين في البلد هذا مو مثل هلا. 2 مسيحيين كانوا، 2 اسلام كانوا. الصالون هذا في الشارع هذا كان في 2 مسيحيين، السوق الثاني 2 3 كانوا اسلام بيشتغلوا الصناعة. الريد بلدنا يكون استقرار، يطفي النار هذا ويسوي محبة أكثر من هيك، وكنتنا إخوان وعايشين بهالبلد هذا.